banyak sebelum tiket rumah. سيداتي وسادتي احبائي في كل مكان مرحبا بكم معنا في هذه الاجواء الكبيره طبعا الكل يترقب معنا هذا النهائي الرائع كريم بنزيما كره في الشباك كانت اللمسه الاخيره تدرس ريال مدريد سجل الهدف الافتتاح المهم جدا في المباراه باردي في افضل مكان لكن النهايه لم تكن ناجحه يحاول فك شفره دفاع الفريق الخصم كريم بنزيما يا الهي جول يا لها من بداية مرعبة وتقدم بهدفين نظيفين في أول الدقائق بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد النتيجة 2-0 تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم يمر يلعب كرة بينية يا سلام مجهود رائع فرصة للتسديد إلى خارج المرمى محاولة رائعة تسديدة جميلة من مسافة بعيدة تدخل جميل واعتراف أجمل تغيير لعب على الأجناب طويلة إلى القائم البعيد ناتشو يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه أول برايتون يلعب كرة بينية ويمر كريم بنزيما ربما لم تكن لعبة بالشكل المطلوب من أجل تسجيل هدف إراءة ممتازة من الدفاع ربما لو مرت لكانت خطيرة دفاع رائع اليوم لمسة بينية يحاول تمريرها من بين المدافعين البرايتون كانت مراوغة رائعة جدا وفرصة كبيرة عمل كبير جدا راوغ أكثر من لاعب ولكن في الأخير لم ينهي المشوار بشكل رائع يحاول أن يلعب كرة بينية كرة أرضية إلى المنطقة كرة لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق وكرة أرضية الآن فرصتهم للمرتدة البرايتون أي دفاع هذا أي قوة أي صلابة أي جدار هذا يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم يستعيد الكرة سريعا لمسة بينية مرت الكرة بشكل جميل مع مزيد من الفرص الآن ركنية إيسكو بعيدة تماما عن المرمى يدرك جيدا أنه بيسعى ليهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة لكنه في الأخير فشل فوكس يمر يلعب كرة بينية مع كرة كريم بنزيما يا سلام أداء كبير جدا في مباراة اليوم ينجحون في إضافة هدف كان في غاية الروعة النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن يسدد بالفعل هدف جميل هذا اليوم هدف ولا أروع
يوم كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روح عالية، أي قتالية، هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة. الخصم وضع يثير رأسية مهمة، ينقذها ببراءة كبيرة. يحاول لعب الكرة بالرمز. الله ما أروعك، لعبة في منتهى الروعة. هدف، ركنية بالمقاس بالضبط إلى داخل منطقة الجزاء. كريم بنزيما ربما ليس في هذه المرة، لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة. أدركوا صعوبة القيام بذلك. يستعيد الكرة مرة أخرى، يلعب كرة بينية. تيليمانس البرايتون تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية. هذه براءة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول تمريرها من بين المدافعين. إيسكو يلعب كرة طويلة، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. الكرة كريم بنزيما في تسجيل الهدف بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة. انتهى كل شيء، أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد بدون أي فلسفة. فاردي، وصلنا الآن إلى منتصف المباراة، 45 دقيقة الأولى من المباراة النهائية لنتابعها وإياكم الآن مشاهدينا. إقلان جينج Lepas bisa main pinak. سنتابع المباراة الآن. إيهيناتشو يلعبها للجانب. كروس. كرة طولية إلى الأمام، يحاول أن يلعب كرة. إيهيناتشو، إيسكو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، وعرضية مرة ثانية. يمرر كرة ولكنها بعيدة جدا. لاندر يمر ويلعب كرة بينية. موجود إبعاد الكرة، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. جيمي باردي، تيلي مانز يلعب كرة بينية، لمسة بينية، تمريرة جد. كريم بنزيما يسدد. بنزيما الكرة بعيدة وفوق العارضة، اختار أن يتجاوز المدافعين. توغل خطير جدا بمهارة عالية. هازارد يحصل عليها. البرايتون اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تسديدة من بعيد. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ.
ناتشو تسديدة كرة عالية جدا تسديدة من مسافة بعيدة الكرة اعتلت العارضة تغييرات من الجانبين في محاولة لتغيير الوضع يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم يا سلام على المهارة على الكرة الجميلة كرة طويلة للأمام تقريبا ولا فريق على الملعب قادر على الاستفادة من الكرة مودريتش يمر ويلعب كرة بينية تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى كرة طويلة إلى الأمام لعبة عرضية بنزيما لم ينجح في استغلالها في تحويلها داخل المرمى كان أمام المرمى مباشرة بصراحة كان عليه هو أن يسجل وينجح في استعادة الكرة سريعا الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة تيليمانس يلعب كرة بينية هوندر لاندر يتسبب في احتساب المخالفة كروس لوكا مودريتش لاعب يستحوذ على الكرة انطلاق الآن إلى الأمام تيليمانس يحاول تبرير الكرة فتح المساحة على الجناح كرة بالعرض تلعب الكرة إلى الأمام يستعيد الكرة بسرعة يحاول تمريرها من بين المدافعين يقطعها في الوقت المناسب أداء رائع جدا من المدافع اعتراف في وقت مثالي أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم إيقاف كروز على تنفيذ الخطأ كرة فاردي مخالفة واضحة جدا ركلة حرة يحتسبها الحكم تيليمانس يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه تعود الكرة إليهم مرة أخرى تيليمانس الكرة ملعوبة من مسافة تيليمانس يحاول أن يلعب كرة بينية بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع صعب القوانين حكم المباراة ليعلن النهاية إذن لقد فعلوها إنهم الأبطال عن جدارة واستحقاق يا له من إنجاز هائل وبالتأكيد ستستمر احتفالاتهم طوال هذا الليل الأبطال يحققون الكأس اليوم هذه بطولتهم بعد أن قدموا كرتهم ومتعتهم هيا لنحتفل